انا بقول له انت استعجلت يا خالد وسبتنا، انت كان لسه في روايات كتير وفي مسرحيات كتير وافلام كتير، في مخرجين كتير عايزين ومحضرين لك حاجات، انت استعجلت ليه يا خالد؟ هتوحشني. شايف ايه اكبر تكريم ممكن نعمله للفنان كبير؟ طول الوقت نفتكر خالد صالح، طول الوقت ندعي لخالد صالح، ده احسن تكريم بيتهيألي، واكيد هنلاقي وسائل للتكريم، اكيد كلنا هيبقى كل واحد يدي فكره ونعملها ان شاء الله. شكرا.